صباح الخير تويسر الكل، ان شاء الله بون ويكاند وان شاء الله نهاية اسبوع موفقة وطيبة لكم الكل. الفيديو نتاع اليوم صباح، الفيديو نتاع الماتينال على الغالب كنت باش نعمل البارح فيديو فيما يخص اللي صار في البرلمان التونسي البارح، الفضيحة الفضيحة وراء الفضيحة، فضائح متتالية في البرلمان التونسي على الغالب. كما تعرفوا عندنا حلقة قعدنا نعدوا لها عندنا قداش لمظلمة في نفس الإطار، طبعا الإطار السياسي تندرج الإرهاب ودعم الإرهاب ومعاقبة كل من يبلغ عن الإرهاب إلى آخره. تفرجتوا عليه الفيديو البارح، وشكر جزيل على النشر للمقطع هذاك ومناصرة المظلوم اللي طلع البارح اللي خايف على بلاده وخايف من تسييس المساجد وخايف من الإرهاب ومن التطرف، مش يبلغ على قام بواجبه الوطني. تفرجتوا عليه الفيديو. تو اليوم باش نحكي على صار البارح في مجلس نواب الشعب، واخترت اني نعاونو الكل نلخصو في صوره، هاني باش نعطيها لكم الصوره تو تتفرجوا عليها. هذا اللي صار البارح في البرلمان التونسي، لبوه وحيده تهاجم من طرف ضباع سائبه، ها هيك الصوره عباره على احنا في ناشيونال جيوغرافيك نتفرجوا على مقطع معناها نتاع حيوانات، كمشه ضباع تهجمت على لبوه، لكن في نهاية المطاف سلالة الأسود واللبوة طبعا تبقى من سلالة الأسود مآلها الانتصار، والضباع مآلهم الاندثار والتلاشي. حبيت مش باش نطول برشا في الصباح هذايا، باش نحكي جوست على القوى المدنية والحداثية ولا تدعي انها قوى ديمقراطية وقوى تدعو الى مدنية الدولة وتحافظ على مكاسب الدولة. البارح قاعدة تتفرج، بان بالكشف الى البارح الناس كل قاعدة تتفرج، وقت لها فما شخص وحيد او امراه وحيده قاعده تدافع على مدنيه الدوله وعلى مكاسب المراه التونسيه وعلى مجله الاحوال الشخصيه، الا الكلهم خافوا قدام الكتله هذيك انهم يتكلموا وانهم يقولوا ستوب، راهو هذاك خط احمر، قالتهم عبير موسي فقط. دونك هذايا ما ينجم يتزايد فيه حتى حد، وراهو لهنا نحب نتوجه لهم بنداء، هالقوى هذه المدنيه الديمقراطيه اللي تحبوا انتوما، راهو اللي قاعده تدافع عليه توا عبير موسي راهو قضية التوانسة الكل، قضية يمكن 90% من التوانسة، ما نحكيش على شرذمة إلا ما عندهاش مستوى ثقافي معين وما عندها حتى شيء، أما الناس اللي البارح تهجمت على امرأة معناها قبل كل شيء، ما نحكيوش حتى على الجانب السياسي، يا أخي ما يحشموش على رواحهم زادمين ستة ولا سبعة رجال، على امرأة سبعة ذكور، على امرأة معناها زادمين عليها بالطريقة هذيك، الآخر يحب يدزها والآخر يحب يفكلها تليفونها، وتفرجتوا على المباشر، المباشر ما يكذبش راه. ربما الاشخاص تكذب او التصريحات تكذب، الا انه البث المباشر بث حي ما يكذبش، معناها الا فما هو تفرجنا عليه، تفرجت عليه التوانسه الكل، معناها عيب والله العظيم عيب، لا وعيب هما العيب ما يجي كان من اهل العيب، هذوك ما يتلامش عليهم، اللي يتلام عليهم راهو الناس اللي قاعده تتفرج، الناس اللي قاعده تتفرج هي اللي يتلام عليها، والاخر يعمل لها قالها زغرت لي تنغني لك غنايه. عاد يا بابا نسيت روحك وانت في الحفلات نتاع 7 نوفمبر تحي فيهم في الفرقه نتاع الفنان شمس الدين باشا، نسيت انت التطبيل نتاعك، معناها شنو هذا، وين واصلين بالصفاقه هذه، معناها ويدعيوا في الثوره والثورجيه، بالله نحب الناس هذيا، الناس الكتله هذيا وممثليها، معناها بربي اذا كان انتوما بالحق ثوريين وثورجيين اش بينا مريكم ما ريناكمش عطيتوا موقف معناها واضح وما خليتوش الغرياني يتعدى ويمشي مستشار رئيس البرلمان نتاعكم. محمد الغرياني اخر امين عام للتجمع راه، معناها ماهوش جريح من جرح الثورة في بالي، هو عبير موسي نظام بائد وزغراطة، ما يظهر لي معناها يزي الكذبة نتاعكم سي تكشفت عند التوانسة الكل، ما عادش حتى حد يصدقكم اللي انتم تدافعوا على الثورة وتحميوا فيها راه، أنا ثورة، واحد كان يطبل البن علي في حفلة 7 نوفمبر، البارح يهاجم في عبير موسي. الثاني اللي عامل فيها أديب وأسد الكرامة وكل شيء حكيت لكم عليه منذ 4 أيام تقريبا وحكيت لكم على تاريخه، يكذب الساعة ما دخلش للحبس في الجامعة، دخل للحبس في حركة تلمذية قبل، وفي الجامعة نيفو سنة أولى جامعة، معناها حتى ديوال ما عملوش، نتحداه كان عمل عامين في الجامعة، وأديب وروائي وكاتب وكذا وكذا، وكان نزيدكم زيادة معناها ترأس مهرجان ربيع الأدب في بوسالم جندوبه، وتنجموا تسالوا اهالينا في جندوبه يجاوبوكم ويقولوا لكم، تعرف ايش معناه يترأس مهرجان ربيع الادب، اي مهرجان ثقافي معناتها تعملوا الدوله، تشرف عليه الدوله معناتها مندوبيه الثقافه، ايش معناه؟ معناه كاتب عام لجنه التنسيق راضي عليه، معناه السلطه راضي عليه، معناه الوالي راضي عليه، معناه التجمع راضي عليه، اذا الكلهم يكذبوا، ما عندهم حتى علاقه بالثورجيه بالثوره اللي يحكيوا بها كلهم، ما عندهم حتى بعاد كل البعد عليه، بالعكس كانوا موالين للنظام السابق. ربما اكثر من غيرهم، معناها الكذبه اللي قاعدين يعملوا فيها توا معناها مع انت وين توصل سي وقفوا الزنقه بالهرب، وصلوا هما كشفوا عن انيابهم وكشفوا عن مخططهم.
في المداخلات نتاعهم. مخططهم هو ضرب مجلة الأحوال الشخصية، مخططهم هو ضرب برج بيت الدولة التونسية، مخططهم هو ضرب كل مكتسبات الدولة الوطنية المدنية. هذا هو مخططهم فقط، وهذا هو اللي مش باش ينجموا يعملوه كيف يطلعوا للسماء ويهبطوا. ريت كي يبوسوا عينيهم، فماش عبد ينجم يبوس عينه، ما ينجمش يطلع فمه باش يبوس. هما كيف يطلعوا فمهم ويبوسوا عينيهم ما ينجموش يعملوه. معناها ما حجر الواد موجود في البلاد هذه، والاساس موجود، والبذره البرجيبيه موجوده، والناس موجوده، والتجيش موجود، ولا تتصوروا انتم في مخاقكم الكل موجود. معناها ويعطلوا، شفتوهم البارح زاد لا اختار اكثر في الفيديو اللي بعده اللي بارتاجيه على صفحته هو. معناها يهرسلوا في النواب الكل، يهرسلوا حتى في النواب القراب منهم، معناها يهرسلوا في سامي عبو، يهرسلوا في خالد الكريشي، يقولوا لهم صناع عند الزغراطه، يهرسلوا في العباد الكل. وما هوش باش يصير بمكتب مجلس بالثلث ويصير اللي يصير واحنا لهنا. معناها شوفوا البلجه هذم نفسهم اللي كانوا يقولوا العبير موسي كانت معطله اشغال البرلمان، العبير موسي كانت موقفه البرلمان الكل، العبير موسي عملت اعتصامات وعطلت الاشغال ورذلت البرلمان. شفتوا المنطق نتاعهم البارح؟ هذا هو وجههم الحقيقي اللي ريتوه البارح، هو الوجه الحقيقي نتاعهم. واحد كان في لجنه تنسيق نتاع قبلي، واحد كان في الكلهم، الكلهم معظمهم تجمعيين اللي تراو فيهم اي، ويقولوا كون زميمهم انتهر في شعبه، فهمتني؟ دونك الكلهم الكلهم تجمعيين، وكانوا موالين للنظام السابق، وكانوا يطبلوا للنظام السابق، وكانوا يسبوا باصحابهم في الجامعه، الكلهم 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 معناها دون استثناء. حتى لما نعرفوش ياك اهالي المنطقه نتاعو يجاوبونا ويبعثوا مساجات ويقولوا لنا شني اصله كما بعثونا على زملائهم الاخرين. دونك معناها يزيو من الكذب، يزيو من الكذب، يزيو، ما عادش يصدقكم حد راهو، ما عاد حتى حد يشد عليه وتنطلي عليه الكلام نتاعكم اللي تقولوا فيه توا راه. انت هي سي الوقت هذاك وفاه، 10 سنين تحكيو بالثورة، 10 سنين تحكيو بالثورة، وتوا قبلتوا محمد الغرياني أمين عام التجمع، آخر أمين عام للتجمع الدستوري الديمقراطي، مستشار لسيدكم الشيخ، وما عملتوا حتى رياكسيون. فهمونا معناها، خلينا نفهموا، محمد الغرياني شنو هو؟ شنو معناها محمد الغريني شنو؟ بالكش جريح من جرح الثورة، ولا خاطر سيدكم الشيخ عين وعطاكم المودوردر، بلعتوا الناس كل. واضحة العملية، مش باش نزيد نطول أكثر، كيما قلت لكم اللي صار البارح، نعاود نختموا بالعنوان اللي اخترته لللايف هذايا، معناها لبوة وحيدة تحارب ذباع هاجموها، ذباع سائبة هاجموها في مهاجمة لبوة وحيدة. وتبقى السلالة متاع الأسود أسود، وتبقى الضباع ضباع، وإن شاء الله نهاركم طيب، وإن شاء الله في أقرب فرصة فيديو آخر إن شاء الله.